بواخر الصيد تم خرع باب المحيط الأطلسي باتجاه الأسواق الخارجية. هنا يصطاد آلاف بواخر الصيد الصناعي وعشرات الآلاف من الصيادين التقليديين كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية عالميا. ميناء مدينة واذب شمال موريتانيا، القنطرة التي تمر عبرها صادرات موريتانيا يشهد حركة دائبة طوال السنة، ولأنه أحد أهم الموانئ في غرب القارة الإفريقية توليه السياسات الحكومية أهمية خاصة، فقد شيد وفق أحدث التقنيات وساهمت في بنائه كما ساهمت في صيانته صناديق التمويل العربية الكويتية بالإضافة إلى الحكومة الكويتية. إعادة تأهيل السفن ودعم البنية التحتية للصيادين الصغار ظل هاجس السلطات الموريتانية في مسعى لاختصاص البطالة والاستفادة الموريتانيين من ثروات بحرهم الكثيرة، فقد قدمت دولة الكويت منحا لدراسة جدوى اقتصادية للعديد من مشاريع الثروة السمكية الموريتانية. الثروة السمكية العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني نالت حظها من الدعم من الصناديق العربية والحكومة الكويتية. ولحماية البيئة البحرية من الأخطار التي يسببها استغلال النفط الموريتاني، وضعت الحكومة بالتعاون مع شركائها خطة لحماية البيئة البحرية من التأثيرات السلبية للمواد البترولية على الثروة السمكية.